طيب على هالطاري تشوفين ان اللهجه الكويتيه اساسا تاثرت بدخول اشخاص مثلا يعني غير متقنين لها وياخذون دور مثلا شخصيه كويتيه ومرات يكون العمل تراثي، يعني ايش كثر هذا الشيء يعني ياثر في العمل كواجهه لمثلا الديره، يعني شخص ما يتقن اللغه وقاعد ياخذ دور رئيسي لشخصيه كويتيه. هني تعتبين على الانت يعني مثلا على المنتجين اليوم، في ناس مع الاسف مع الاسف يعني يتكلمون معاك عليا اما في اجر مثلا انا اجيبها والله الارخص مثلا الاقل اجرا يعني، او يتكلمون من باب انها مسوية ضجه مثلا في السوشيال ميديا او كمن باب اخلاقيات ممكن ان يبونهم الاكسنت او الكلام الكويتي. انا اتمنى انه يكون موجود. ليش اليوم في كل دولة قاعد تصنع تلفزيون أو دراما حقيقية لها قاعد يتكلمون؟ مثال السعودية، اليوم السعودية أثبتت جدارتها في المسلسلات والأعمال اللي قاعدين يقدمونها. اليوم قاعد حتى مثلا فنانينهم قاعد يبون فعلا الفنانين السعوديين، وفي هذا أنا ما أعتبره ظلم حق باقي الفنانين، لأن يا أخي تفكيرهم بدأ يصير فعلا حقيقي. اليوم لو بتشوفون السعودي شلون قاعد يقول بتقول الله شنو الكويت قبل. فنانين نصجيين وكذي، وهذا مو يعني انا ما اقصد انه مثلا اللي غير خطوات كويتيين، بالعكس الفنانه هي بتدر اسم الله عليها الرحمن الرحيم تجيد اللهجه الكويتيه القديمه، والواحد يفرح لما يشوفها ويحسها منه وفينا وبنت الكويت يعني. فتخيلي ان اليوم جميع الفنانات الموجودين يبقى لا تتقنون مو شرط اللهجه الكويتيه القديمه، لكن في ما في شخص مثلا يدرب على الـ مثلا اللفظ او الكلمات مع مثلاً. الاسف لا، مو لازم يكون في شخصيه مثلا انه هذا اللي يسمونه مدقق لغوي اللي هو ما في وهذا اللي يسمونه على قولت ما نتدخل، لما نتدخل في اني اصيغ اول شيء حتى اللهجه الكويتيه يعني تتدخلين قاعد تعترفين انك تتدخلين كلامي صيغه كلامي. مثال علي اليوم اذا الـ مثلا الـ المؤلف ريال في حكي كويتي عتيج قديم ما تقوله ما يقوله الريال. فاليوم لو انا بقوله بعدين انا اللي احس في كلامي اليوم، يمكن داخلي مع نفسي ادري هذه الكلمه لو ضفتها بتنزل دمعاتي بصوره صح، بتخلي الناس تضحك. واليوم انا لو قاعد ابحث عن الجمهور اللي قال وين الكويت قبل، وين فنانين قبل، فانا هني انا قاعد الحمد لله يا رب العالمين كونت جمهور يعني الحمد لله عندي من الخليج عندي شيء، بس عيال الكويت الصجيين حتى هاليوم قبل قاعدين يتابعوني، فالحمد لله يا رب العالمين. أنا ما أتدخل إلا في الشيء اللي يخص شخصيتي، صوب المخرج أنا مالي شغل، هو اللي بيحرك هو اللي بيسوي في النهاية هذا اسمه. أنا اليوم أتدخل إما في أجري أو في كلامي اللي بقوله. يعني مثلا لما تقولي لا، يعني واحدة من شركات الإنتاج كان خلافي معاهم إن حصة لا تقولين هالحكي والناس ما راح تفهمها، فقلت لهم شلون ما راح يفهمونها كويتيه، لا 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 احنا مثلا سين من القنوات بيحطون فالناس ما راح تفهم. براحتهم هم فهموا كلامنا قبل، ما راح يفهمون كلامنا اللي بالضبط قبل نفس كانوا الحكي. مثلا الفنانين الكبار بالضبط. كانوا يستخدمون الفاظ كويتيه نسميها عتيجه بالضبط. وكانت تستخدم في وقتها، وليش يعني بالعكس هذا احياء للتراث، خلى جيلنا الجديد يعرف. فني اتدخل؟ لا ما اتدخل. اي في شيء ثالث بعد اتدخلت الحين عدي معي بالضبط. الشيء الثالث اللي اتدخل فيه اليوم انا قريت نص ويا حصه اشترينه وما اشترينه نبيك بالعمل وما ادري شنو، فمو مشكله اقرا في شيء خط مثلا يكون في شخصيتي، ركزي بشخصيتي ما احبها وفيها شيء غير اخلاقي، وانا من الناس اللي ما احب اطلع في دور يتكلم او خط يخلي الناس تتخيل شيء معين، فهني انا ارفض. ايه انا يعني فنانة. عندك حدود للدور طبعًا. اللي تختارين اذا ما كان يناسب مبادئ الجرأة جدا بصدر. جميله بالضبط. أيه. ولكن في امور ما لها داعي من باب انكم تبون لغط تحطونها وهي ما لها داعي، مش محرك اساسي بالعمل اصلا.